اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنكمل بقية طقم الحمام. احنا كنا عملنا الجزء اللي هو بتاع الغطا، جزء الغطا، فكان فاضل له حاجة. احنا كنا هنعمل له هنا الفيونكة والودان. قبل ما تعمليها في شغل على ظهره علشان نثبته في الغطا، عشان لما يرفع يعني تحطيه على الغطا وترفعيه كده ما يقعش، فلازم الجزء ايه يتثبت فيه. قبل ما نبدأ مع بعض، ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ بسم الله. هنجيب القطعة اللي عاملينها، هي هتيجي بقى تقسميها ازاي. هتجيبيها كده بالنص بالشكل ده، تقسميها كده، وهتحطي علامة من الناحية دي وعلامة من الناحية دي على النص، يعني عدد الفستانات الناحية دي او عدد يعني اللي هي الغرز المروحة او غرز الطاووس الناحية دي يبقى نفس العدد الناحية دي. يعني مثلا هم دول 10 ودول 10، غير اللي انا حاطة فيهم العلامات من هنا ومن هنا كده. انت قسمها بالنص اهي كده، بصي قد بعض. وبعد انت بدأت تحطي علامة من هنا وعلامة من هنا، والغرز اللي في النص تبقى متساوية من الناحية دي ومتساوية من الناحية دي. يعني هما دول 10 هم زي ما قلت لك، وهنا ايه 10، غير اللي انا حاطة فيهم العلامات. ممكن تحطي علامة غرز او اي حاجة تعلمي بيها. بعد كده هنعمل ايه؟ ده الوش. احنا هنشتغل على الظهر، نجيب الظهر بالشكل ده وهنبدأ نشتغل عليه. هنبدأ الغرز من اول هنا وننهيها عند العلامة التانية. العلامة الاولى اهي والمقابلة ليها الناحية التانية اهي. هنشتغل دي الغرز مروحة، هنبدأ من اولها من هنا. هنشتغل في يعني بص اهي، مش هنبدأ من اول هنا، هنبدأ المروحة بدأ اهي من هنا، هنبدأ من هنا. هنشتغل في سطر الأعمدة ده، يعني احنا هنيجي نثبت الخيط هنا، هي جاية كده اولها كده عند غرزة الحشو، من اول غرزة الحشو من هنا كده في سطر الأعمدة اهو. هندخل كده، هندخل الخيط من هنا كده وهنثبته. ثبت الخيط دلوقتي. هعمل ايه؟ هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عمود. هم احنا هنشتغل 8 عمود، والثلاثة الزيادة هيبقوا بمقام عمود بلفة، يعني 3 سلاسل الزيادة كأنهم ارتفاع العمود بلفة، و8 سلاسل يبقى كده كام؟ 11 سلسلة. هنيجي بقى فين؟ ركزي معايا، دي غرزة مروحة اهي، الفاصل بينها اللي هي غرزة الحشو بينها وبين المروحة اللي بعدها، هنيجي في العمود اللي جنبها اهو المقابل ليها كده على طول، وهنقفل، هنعمل عمود بلف، هنلف الخيط ونعمل عمود بلف. وبعدين برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سلاسل. احنا عملنا هنا 11 عشان ارتفاع عمود و8 سلاسل، هنا عمود عملناه اهوت فعملنا 8 سلاسل. هنيجي برضو على الفاصل بين المروحة والمروحة كده، المنطقة اللي بينهم هنا، وهنقفل بعمود بلف. بالشكل ده برضو هنعمل 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبرضو هو سطر كله هيبقى كده لحد ما نوصل للعلامة دي. هنيجي هو الفاصل برضو ونعمل عمود. بس بندخل ايه؟ بندخل اهو، ده كله شغلنا على سطر الأعمدة اللي كنا عاملينه. 1 2 3
أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هنيجي هنا هو عند العلامة هنا وهنعمل كده عمود بلفة، تبقى شكلها كده. واضحة معانا كده؟ بص بقى العمود بين المروحة والمروحة كده، في الفاصل بين المروحة والمروحة بتعملي العمود، بتقفلي بعمود، مش بنقفل بحشو، بنقفل بعمود عشان في الآخر بيبقى شكلها حلو. هكمل بقى في الآخر لحد ما أوصل للعلامة الجهة التانية. أهو اشتغلت من العلامة من هنا أهو، من عند الفاصل بينها والمروحة اللي قبلها، ومن هنا برضو نهيت أهي عند العلامة التانية. احنا كده بقى مش محتاجين العلامات خلاص، ممكن تفكيها كده، ممكن تشيليها. بقت معاكي بالشكل ده. هنعمل ايه بقى الدور اللي بعده؟ لف كده. احنا كنا عاملين هنا ايه؟ 8 سلاسل. هنعمل، استنى نشيل بقى العلامة، هنعمل 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اللي هما 3 ارتفاع العمود وسبعة غرز. احنا كنا بنعمل هنا 8، هنعمل في الدور ده 7. وبعدين هتلفي الخيط على الإبرة وهنيجي عند العمود ده وهندخل في ايه كده وهنعمل عمود. يبقى انت هتعملي عمود فوق العمود اللي انت عاملاه في الدور الأول كده. وبعدين 1 2 3 4 5 6 7، وتلف الخيط على الإبرة وتيجي فوق العمود وتعملي عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، ونيجي نلف الخيط ونيجي فوق العمود اللي عاملينه قبل كده ونعمل عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وهنيجي فوق نلف الخيط على الإبرة وفوق العمود هنعمل عمود، وهكذا لحد ما توصلي لإيه؟ للعلامة، ناحية العلامة التانية. ده الشكل معايا اهو، اهي جميل جدا. هو بيثبت المفرش في الغطاء وكمان بيدي شكل جميل جدا. احنا هنا قفلنا السطر، احنا كنا مرتفعين 11 سلسلة في الأول، احنا قفلنا اللي عملنا 7 سلاسل وقفلنا في ثالث سلسلة. هنا بقى هنعمل ايه؟ الدور الثالث المفروض يبقوا 6 و3 يبقوا 9 غرز. هنرتفع 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اللي هما ايه؟ 3 للعمود و6، عشان احنا كل ما بننزل بننقص سلسلة. يعني هنا كانوا 8، هنا 7، الدور ده ايه؟ 6. هنلف الخيط على الإبرة برضو وهاجي فوق العمود واعمل عمود. ست سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهلف الخيط وهاجي عند العمود هعمل عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة 5 6، وهاجي عند العمود هعمل عمود. واحد اتنين تلاتة 4 5 6، وعند ايه؟ العمود هقفل بعمود. لآخر السطر هقفل السطر. ايه بقى عندنا؟ السلاسل اهيت، هنيجي 1 2 3 في تالت سلسلة وهلف الخيط واقفل بعمود، مش منزلقة، بعمود. يبقى ادي دور 2 3 8 سلاسل 7 سلاسل 6 سلاسل، الدور ده 5 سلاسل، يعني هنرتفع 8. 1 2 3
واحد اتنين تلاتة دول العمود، وبعدين خمسة، يبقى أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، تسعة ايه سلاسل. وهنلف برضو الخيط وهنيجي فوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وفوق الايه العمود عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وفوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وفوق العمود عمود. شكلي ده خلصنا الدور بالشكل ده. متنسيش ان السلاسل الاول حاجة كانت 8، بعد كده بقت 7، بعد كده 6، بعد كده بقت 5، المرة دي طبعا هتبقى 4، فاحنا هنرتفع 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، 5 اللي هما السلاسل اللي هنشتغل بيها، والتلاتة العمود. احنا قلنا ايه؟ 4 4 السلاسل، الدور ده 4، وقلنا 8 7 6 5، الدور ده 4، يبقى ارتفعنا ايه 7. هلف الخيط على الإبرة ونعمل عمود فوق العمود، 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة، فوق العمود عمود. طبعا فكرتها سهلة جدا. 1 2 3 4، وفوق العمود عمود. 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هاجي فوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة، فوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة، وفوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة، الدور الجاي احنا كنا عملنا 3 سلاسل، الدور الجاي هنشتغل باتنين، يبقى هنرتفع 5. 1 2 3 4 5، وفوق الايه العمود عمود. واحد اتنين، وفوق العمود عمود. واحد اتنين، وفوق العمود عمود. واحد اتنين، وفوق العمود عمود. بصوا الشكل معايا كل ايه كانت عريضه، بقى كانت بتبدا تصغر معايا وتقل معايا كده. احنا كنا شغالين هات 2 ايه سلسله، هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع 1 2 3 4، وبعدين فوق العمود عمود. سلسلة واحدة، فوق العمود عمود. سلسلة واحدة،
فوق العمود عمود، سلسلة واحدة فوق العمود عمود، سلسلة ايه واحدة وفوق العمود عمود. وصلت بالشكل ده، ايه الدور ده كان سلسلة واحدة. بعد كده بقى هنعمل في كل عمود عمود من غير اي سلاسل ولا حاجة، يعني هنرتفع واحد اتنين تلاتة اللي هو ارتفاع العمود بلفة وخلاص. وبعدين فوق كل عمود عمود هلف الخيط فوق كل عمود عمود. من غير سلاسل ولا حاجة. فكل عمود من الأعمدة دي عمود. خلاص بالشكل ده هعمل ايه بقى؟ عايزة اقفل بقى الشكل كده وخلاص والنهائي. هعمل ايه؟ دول 10 مثلا، سيبك العمود ده والعمود الاخراني ده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني هم قولي 10، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلاسل. وهاجي هنا وهقفل بمنزلقه. اهي هرتفع سلسلة وهاجي على السلاسل اللي انا عملتها دي وهشتغل حشو في كل سلسلة حشو. وده الشكل معايا بالشكل ده، بصوا يعني منظر جميل جدا اهي بالشكل ده. انا مسيت ايه سطر حشو، هقص الخيط وهشتغل حشو على هنا باللون الزيتي، هشتغل كده من اول هنا كده كده الناحية دي كلها كده الاطراف دي باللون الزيتي حشو. ثبت الخيط بالشكل ده وهاخد معايا كده الخيط وانا شغالة. ارتفعت سلسلة هعمل في نفس المكان حشو برضو، هاجي فوق العمود هنا حشو اهو، السلاسل دي حشو والفراغ هنا حشو حشو كمان. كده بالشكل ده هتعملي اطار زي ما قلتلك حوالينها كلها بالحشو كده 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 لحد ما نوصل للنهايه، غرزه حشو عادي خالص. حشو ايه ايه ان احنا بندخل اهو من غير ما نلف الخيط على الابره، معانا لفتين بنخرج منهم مره واحده كده بندخل في الغرزه. الفراغ مش لازم ندخل في الغرزه ولا حاجه، لكن هنا عند السلاسل بندخل نسحب الخيط اهو، معانا لفتين بنخرج منهم مره واحده وبالشكل ده. اهي بقى بالشكل ده معايا بعد ما عملت الاطار اللي هو بغرزه الحشو من هنا كده للاخر. هاجي انا بقى في الجزء ده وهعمل مروحه زي دي كده من هنا كده، يعني دي غرز الحشو لو عديناها من هنا لحد هنا هيطلع معايا 12 غرزه. طبعا معاكي ممكن يطلع مختلف، انا بقولك يعني ايه من هنا لهنا هعمل فوق كل غرزه حشو عمود سلسله عمود سلسله، يعني اكن غرز الحشو دي هي الاعمده دي، فهيبقى السطر بتاع عمود سلسله عمود سلسله وغرزه البيكو. يبقى انا فوق غرز الحشو دي هما 12 غرزه هعمل عمود سلسله عمود سلسله باللون ده كده. ايه وصلت الخيط وارتفعت 3 سلاسل وبعدين هعمل سلسله، يبقى كده 4 سلاسل. هدخل في الغرزه اللي بعديها على طول وهعمل عمود سلسله واللي بعدها عمود سلسله واللي بعدها برضو
عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، لحد ما تكملي الغرز كلها. كده خلصت ال 12 عمود معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هعمل ايه بقى؟ هرتفع سلسلة. بعد ما رفعت السلسلة هدخل في فراغ السلسلة اللي احنا عاملينه اللي بين العمود والعمود، هعمل حشو، وبعدين 1 2 3 هدخل في تالت سلسلة وهعمل بيكو. هدخل في الفراغ اللي بعدها هعمل حشو، وبعدين 1 2 3 وهعمل بيكو. هدخل هعمل حشو، 1 2 3 هعمل ايه بيكو كده، هعمل حشو، 1 2 3 تلات سلاسل، بدخل في سلسلة من تحت كده واعمل بيكو فراغ اهو. هدخل اعمل حشو، وبعدين 1 2 3 وهدخل في الفراغ هنا وهعمل بيكو. بس هو كده خلص معانا بالشكل ده. لو انت بقى عايزه تسيب لحد الدايره بس من غير ما تعملي المروحه براحتك، عايزه تعملي شكل المروحه اعملي، عايزه تسيبيها دايره زي ما قلت لك سيبيها. بس هو كده الشكل اهو، ده الايه الغطا. طريقه الدايره نفسها، المفرش نفسه هسيبها لك في الديسكريبشن بوكس، احنا عملناها في جزء قبل كده. والوش بتاعها برضو، الفيونكه والودان والحاجات دي عاملاها فيديو برضو، هسيب لك اللينك بتاعها. يبقى احنا كده خلصنا الغطا كله، او طريقه طقم الحمام كلها على كذا جزء، هسيبها لك في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفيها. ده الظهر زي ما قلنا، هوريكي بقى الوش بتاعه. ده الوش بتاعه زي ما انت شايفه كده، جميل جدا بالفيونكه والودان. طريقه الفيونكه والودان بتاعه الميكي ماوس عاملاها في فيديو لوحدها، وهتلاقيها في الديسكريبشن بوكس. وهتلاقي برضو الدوائر دي برضو معاها، كل وطريقه المفرش زي ما قلت لك برضو هتلاقيها في صندوق الوصف. وطبعا احنا عملنا الظهر خلاص بالشكل ده اهي كده، لسه ما ثبتتش الودان والفيونكه، لسه ما خيطتهمش. اوريها لك بقى وانا مركباها للقعده. بس طبعا دي بقى الوش لسه هنثبته، زي ما شايفه معايا كده متركب الغطا جميل جدا اهو، بيخلي المفرش ثابت وما يقعش، والاطار بتاعه جميل زي ما شايفه كده اهو بالشكل ده. بكده يبقى الفيديو خلص معانا. لو كان الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو كان الفيديو يستاهل شيريه مع اصحابك عشان يستفيدوا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.